السلام عليكم. قصة جد مؤثرة. كم هي الحياة صعبة، ولكن أصعب منها نفوسنا البشرية التي قد تأمرنا بالخير أو بالشر، ويا ويل من تسول له نفسه السوء وينقاد لها بغير وازع من دين أو ضمير. من هنا تبدأ قصة صاحب عبد الهادي، ذلك الطبيب الشاب الذي نشأ يتيم الأم يفتقد حنانها ورعايتها، ولكن من لطف الله عز وجل أن عوضه الله هو وأخيه حامد بأب عطوف رحيم يحب الخير لأبنائه ويرعاهم أحسن رعاية. ولنترك عبد الهادي يحكي لنا قصته. يقول عبد الهادي: بدأت قصتي حين فقدت أمي عقب ولادة أخي الوحيد بعدة شهور، وأمري آنذاك 3 سنوات. فتولى أبي صاحب الوظيفة الهامة تربيتنا، وتفرغ لنا، ورفض الزواج من أجلنا، وأدى رسالته نحونا أحسن أداء بعد أن وجد نفسه مسؤولا عن ولدين يتيمين، فكان يقوم لنا بكل ما نطلبه بنفسه، حتى كعك العيد صنعه بنفسه. ذهبنا معه إلى الفرن كما تفعل أمهات أصدقائنا معهم، حتى لا نشعر بأي نقص عن غيرنا، وبذلك نشأنا بحمد الله متوازنين نفسيا، نحب الناس ونحب الخير وشديد الارتباط ببعضنا البعض، ومتفوقين في دراستنا. تمر الأيام بالشقيقان سريعا سريعا، ويصل عبد الهادي إلى السنة الثالثة بكلية الطب، يلتحق أخيه الوحيد حامد بالسنة الأولى بكلية الهندسة. وفجأة يرحل عنهم والدهم الطيب الحنون، ويجد نفسيهما وحيدين تماما بلا أب ولا أم، رغم صدمتهم الشديدة لرحيل والدهم، فقد تمسكا وصمدا للمحنة التي يواجهانها، خاصة وقد تركهم والدهم مستورين إلى حد ما، يواجهان الحياة بمعاشه ولكن بلا أي مورد آخر. وقد تفانى الشقيقان اليتيمان في حب بعضهما البعض، حتى أن حامد كان يقتصد من نصيبه في المعاش ويقتر على نفسه كي يعطي أخيه الأكبر عبد الهادي ما يشتري به كتب الطب المرتفعة الثمن. نعود مرة أخرى إلى عبد الهادي يقص علينا ما مر عليه من أحداث. في تلك الفترة ارتبطت عاطفيا بزميلة لي في نفس الكلية، وكعادتي مع شقيقي صارحته بكل شيء، فبارك مشروع زواجي بزميلتي، بل وصمم بعد تخرجي من الكلية على أن أتزوج في شقتنا تلك بمجرد أن ينتهي من دراستي التي لم يتبقى على نهايتها سوى بضعة شهور، ويسافر هو إلى أخوالي الذين يعملون في بلد عربي منذ سنوات، يعمل معهم ويبني حياته. ولم يكتفي بذلك، بل قدم لي أيضا نصيبه من مساق أمنا كي أبيعه وأشتري بثمنه الشبكة لخطيبتي. وهكذا كانت العلاقة بيننا حب وإخلاص وإنكار ذات إلى أقصى الحدود. تتوالى الأحداث بصاحب عبد الهادي، ويقترب موعد الامتحان بكالوريوس الهندسة لشقيقه حامد، حتى لم يعد باقيا عليه سوى 5 شهور فقط، ويضاعف حامد من جهده في المذاكرة ورسم اللوحات وإعداد مشروع التخرج ليحقق حلم أبيه رحمه الله بأن يتخرج كل منا في كليته. وفجأة بدأ يشعر بضعف مفاجئ في إبصاره، ظن أخيه عبد الهادي أن ذلك يرجع إلى جهده الكبير أو تركيزه في رسم اللوحات الهندسية الدقيقة، وتدهورت حالة حامد النفسية، بل وامتنع عن الذهاب إلى كليته ليتخبط في الأثاث عندما يتحرك من مكان إلى مكان. حدث كل ذلك في أيام معدودة، وأحس عبد الهادي بخوف شديد على أخيه، فاصطحبه إلى أستاذه في كلية الطب ثم إلى أساتذة الرمد في مصر، وكانت الصدمة رهيبة بأنهم أجمعوا على تشخيص واحد، وهو أنه يفقد بصره تدريجيا وأنه سيفقده نهائيا خلال أسابيع. لم أستطع أن أفعل له شيء، وسيعيش ما بقي من عمره أسير الظلام. وبالفعل حدث ما قاله الأطباء، وفقد حامد بصره نهائيا.
لازم الفراش، امتنع نهائيا عن الكلام وحتى عن تناول الطعام وتغيير ملابسه. كل ذلك يحدث والألم يعتصر قلب عبد الهادي على ما حدث لأخيه حامد، والدموع تنهمر من عينيه مدرارا، ويصاب حامد بحالة اكتئاب شديدة، ويتوالى شريط الذكريات أمام عيني عبد الهادي، ويتذكر صورة أخيه حامد وهو يقدم له مصاغ أمه كي يبيعه ويستعين به في زواجه وتضحيته بنفسه لإسعاده وإسعاد أي إنسان يستطيع مساعدته. ولنترك عبد الهادي يفضفض لنا. قال عبد الهادي: ثقلت علي الأحزان بسبب ما حدث لأخي، فهتفت دون أن أدري أكثر من مرة من بين دموعي: رحمتك بعبادك يا رب، رحمتك بعبادك يا رب. وتجلت رحمة ربي بنا بأن رزقنا بأشخاص من الأقارب والجيران والأصدقاء علموا بمحنتنا، فوقفوا إلى جوارنا ولازمونا ساعة بساعة يلبوا أي طلب نحتاج إليه، ويقومون بأعمال البيت ويتسابقون للقيام بأي شيء نطلبه، ويخففون عنا حالة اليأس والاكتئاب التي أصابتني بسبب حزني على أخي حامد. وذات يوم تشجعت قليلا وبدأت أحدث شقيقي بالدين مرة وبالمنطق مرة أخرى. حدثته عن أجر الصابرين عند ربهم، وأن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه. بل وذهبت إلى أحد مراكز رعاية المكفوفين وتعلمت من أساتذته كيف أجعل الحياة بالنسبة لشقيقي أكثر سهولة، وأقنعت شقيقي بأن يستسلم لإرادة ربه ويستعين بإقباله على الحياة. وبدأ شقيقي يستجيب لإلحاحي، فبدأ يخرج من سجن سريره الذي لا يغادره ويتجول في الشقة قليلا، ثم بدأ يستقبل أصدقائه، وأحضرت له مدرسا يعلمه الكتاب بطريقة برايل. خلال تلك الفترة لاحظ عبد الهادي أن خطيبته نسرين لم تكن بجواره. اكتشف فجأة أنها ابتعدت عنه وعن مشاكل أخيه قليلا، ولكنه وجد عليه لزاما أن يخبرها بالتطورات التي طرأت على خطتهم المستقبلية للزواج، وهي أن أخيه حامد الكفيف سوف يقيم معهم في أي مكان يعيش فيه، لأنه وحيد في هذا الكون الواسع الفسيح، ليس له سند أو معين بعد الله عز وجل سوى أخيه عبد الهادي. وعلى غير التوقع وافقت نسرين خطيبة عبد الهادي على أن يقيم أخيه الضرير معهم في نفس الشقة نظرا لظروفه الحرجة. تتوالى الأحداث ويتزوج عبد الهادي ويقيم معه شقيقه حامد في نفس الشقة. كان حامد نظرا للظروف التي طرأت عليه قد حول أوراقه إلى كلية الآداب، وتمر شهور الزواج الأولى سعيدة هادئة حتى تنجب نسرين مولودها الأول، ويحدث تغيير جذري في أسلوب معاملتها للشقيق الضرير المسكين حامد. بدأت تسيء معاملته وتسخر منه وتنهره إذا اصطدم بشيء وهو لا يرد ولا يشكو ويتألم في صمت. بل وبدأت زوجة أخيه تشكو من أنها لا تستطيع أن تنفرد بزوجها في حياة خاصة كما تفعل كل زوجة، ويزداد الأمر سوءا بعد أن تنجب نسرين طفلها الثاني. وكان حامد قد أنهى دراسته التي بدأها في كلية الآداب، التحق بعمل دخله قليل ولكن يبقيه خارج البيت أطول فترة ممكنة فرارا من اضطهاد زوجة أخيه له. أما فترة بعد الظهر فقد كان يذهب مع أخيه عبد الهادي إلى النادي أو إلى أحد الأصدقاء، ويتركه عبد الهادي فترة طويلة مع ذلك الصديق ليعود ويصطحبه ثانية إلى المنزل. بل كثيرا ما كان عبد الهادي يترك حامد ينتظر في السيارات بالساعات بلا ملل أو شكوى حتى ينتهي من أعماله وارتباطاته،
وذلك حتى لا يبقى في البيت فتتضايق منه زوجته نسرين، وتمر الأحداث سريعة ويحدث ما لا يحمد عقباه، وباستمرار اضطهاد نسرين لحامد، ويلتمس حامد لها الأعذار، بل ويبرر لأخيه عبد الهادي تصرفات زوجته، وأنه من حق كل زوجة أن يكون لها بيت مستقل وحياتها الخاصة، وتمضي الأسابيع والشهور على هذا المنوال، حتى حدث ذات يوم أن اصطدم حامد الضرير بإناء الطعام أثناء تحركه في الشقة دون قصد، فما كان من زوجة أخيه إلا أن دفعته بعصبية شديدة وقسوة، ففقد حامد توازنه وسقط على الأرض، فلم يتمالك عبد الهادي نفسه إلا وهو يصفأ زوجته بسبب ما حدث، وتغضب نسرين وتصر على العودة إلى مصر مع طفليها، ولم يتحمل صاحبي عبد الهادي ما حدث فينهي عقده في الدولة العربية التي يعمل بها، ويعود مع أخيه الضرير حامد إلى مصر، ويحاول حامد الإصلاح بين أخيه وزوجته، بل ويذهب إليها في بيت أهلها لإقناعها بالصلح والعودة إلى المنزل، لكنها تضع لذلك شرطا قاسيا لا يصدر إلا من قلب متحجر، وهو أن يتخلى عبد الهادي عن أخيه الضرير نهائيا، ويتعقد الموضوع ويصبح عبد الهادي بين نارين، واجبه نحو أخيه الضرير وكيف يتخلى عنه، وواجبه نحو بيته وأسرته وأولاده، وبالطبع يتمسك عبد الهادي بأخيه الضرير حامد ويرفض التخلي عنه، وكيف ينسى أو يتجاهل فضل رعاية الكفيف وأجره عند الله عز وجل من لا تضيع عنده الأجور، كيف ينسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، فالرحمة فوق العدل دائما. ويسرح عبد الهادي بعيدا بعيدا في بحر أفكاره، ويتذكر أبياتا من الشعر حفظها من صباه: من يرحم الخلق فالرحمن يرحمه ويرفع عنه الضر والبأس. ففي صحيح البخاري ورد مفصلا: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. السلام عليكم.